أتبرهم. لا هو والله لا يكبرهم بس هو اكونت واحده قاعده بالبيت ما لها قاعد بس تنتقد الناس انا اكتشفت بعد الحين لا انتقدي ما عندك مش بس ليش تحكي بالعرب؟ لان يخافون من اكونتات مو معتمده يعني مثلا ما يدعان معتمده م. بتقولي مو موثق فوزي موثق, ناس هذيل لهم ما دارسين موثلق. لا دارسين يعني اقصد بعيد عن الاستقرار ليش مو موثق؟